اوه ماي جاد اسم ده، واو ده هيبقى رهيب، ده هيبقى رهيب شكله. اوه ماي جاد شايفين الشكل عامل ازاي دلوقتي؟ واو بروك هيفن يا علويه اتغيرت. اوه ماي جاد دي المستشفى، دي المستشفى، ده اي حد هيكون مريض يدخل كده يتعالج على طول. ايه التحديث الاسطوري ده؟ تحديث رهيب. واو اوه ماي جاد يا علويه طياره محروقه، العربيات كلها نازله في كل حته. واو 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 انا لو جيت في النار طبعا اموت. لا 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 تحديث اسطوري، حتى السوبر ماركت مولع يا علويه. ازيكم يا علويه عاملين ايه؟ معاكم ابو علي في فيديو جديد. النهارده تحديث جديد في ماب البيوت، تحديث هيعجبكم جدا 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 لان هيغير شكل الماب 540 درجه. يس يس هي كانت 360 بس انا خليتها 540. طبعا الماب هتتغير تماما، شكل الماب هيكون غريب جدا، هنشوف مع بعض ازاي الماب اتغيرت كده. وبشكر كل الناس اللي دخلت على القناه الثانيه وشافت الفيديو هناك وعملت لايك للفيديو، القناه الثانيه موجوده في الديسكربشن، روحوا هناك واعملوا لايك للفيديو. وقبل اي حاجه انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. هنشوف التحديث الجديد في ماب البيوت. قبل اي حاجه طبعا انا هطلع ادخل دلوقتي سيرفر مع الناس عشان اللي عاوز يدخل عليا برده عادي، كلكم تقدروا تخشوا عليا، بس اعتقد مفيش حد فاتح دلوقتي، اعتقد ان انتوا بتذاكروا او في المدرسه. اوكي يلا بينا نخرج دلوقتي من اللعبه وندخل على طول مع الناس، ليتس جو. طيب يا علويه زي ما انتم شايفين كده هي دي ماب بروك هيفن، فانا دلوقتي هدخل كده مع الناس، هدوس هنا كده ويلا بينا ليتس جو على طول، يا رب الناس تدخل عليا بس. اوكي دخلنا الماب مع الناس دلوقتي، فيلا بينا نضغط بلاي وندخل على طول نشوف هنعمل ايه. اوكي انت نازل كده على طول في النافوره. طبعا قبل اي حاجه يا علويه التحديث الجديد بيغير شكل الماب، هوريكم دلوقتي بيغير شكل الماب ازاي. المفروض طبعا ان احنا بنيجي هنا عند الافاتار، لا 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 مش هنا مش هنا، ايوه بنيجي هنا كده وبنضغط هنا يس يس عند اللون الاخضر ده طبعا. وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي هغير شكل بروك هيفن كليا، اهو 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 بروك هيفن من المستقبل يس يس. الماب تقريبا ما فيهاش ناس كتير، تقريبا الكل في المدارس ولا ايه مش عارف. زي ما انتم شايفين كده الماب اتغيرت تماما، واو كده الشكل بقى اسطوري، تحس ان كده ان بروك هيفن من المستقبل. انا رايح الشركه بتاعتي يس يس، شركتي هناك ورا المطار. خليني بس نزل العربيه يس يس، نزل العربيه بسرعه عشان طبعا نعرف نتحرك بيها اسرع، يلا اركب بسرعه. واو الماب دلوقتي متغيره تماما، ومش كده بس احنا ممكن نعدل على شكل الماب كمان، نخلي الشكل غير كده. او راكب ايه ده؟ ولا ولا انت راكب ايه؟ طيب يا علوي دلوقتي بقى نغير الشكل التاني، لازم طبعا نمسح الشكل الاول هنا ونغير الشكل مثلا وليكن ده. او ما ينفعش ان احنا طبعا ننزله، لازم نشحن طبعا ان احنا نغير الاشكال دي. فهنشوف دلوقتي هننزل ونيجي عند النجمه هنا، لازم نشوف السيم، ايوه السيم بكام، عايزين نشوف بكام، خلينا نشوف كده. او ب 750 روبوكس. اوكي اوكي خلينا دلوقتي نشحنه وهنشوف ازاي هنقدر نغير الاشكال دي، يلا مع بعض نشحنه، يلا بسرعه اشتريناه. تمام خلينا دلوقتي بقى نشوف نشوف الاشكال دي. او ايه ده، هو حول الماب القديم. واو واو ايه ده ايه على ويا ده، شايفين الماب كده تحس انها متكسره وفيها زلزال. لا 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 انا عم العربيه اجري اجري اجري. الماب كده متغيره تماما، اوه ماي جاد حاسس ان انا اقع بالعربيه والله، او الارض مثلا هتتكسر بيا. اوه ماي جاد لا 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 تحديث رهيب بصراحه، واو انتوا لو حاسين الشعور بس اللي انا حاسه، انا حاسس ان انا ماشي على قشر بيض مكسر. حاسس ان العربيه كده هتقع بيا مره واحده من على الطريق ده. واو حتى هنا كمان عند المطعم، لا 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 منظرك خوف بصراحه، خلينا نغير السيم ده. طبعا هي دي سيمات فاحنا بنغير السيم كل شويه، خلينا دلوقتي نشوف السيم اللي بعده. نيجي بقى هنا كده، هلو ازيك عامل ايه؟ دلوقتي خلينا نشوف السيم اللي بعده، لا ثانيه واحده بس عشان ما اخدش العربيه ويجري عشان اقعد امشي بيها. خلينا نشوف دلوقتي السيم الثاني، لازم نمسح برده ده، ده سيم المستشفى. اوه ماي جاد ايه السيم ده؟ واو ده هيبقى رهيب، ده هيبقى رهيب شكله. واو 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 ايه ده؟ ايه الاضاءة دي؟ واو ثانية واحدة ثانية واحدة ايه ده؟ أنا مش مصدق، بص الشكل عامل ازاي؟ يلا تعالى تعالى اركبي معايا، اركبي 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 هفسحكم هفسحكم، يلا تعالى أنت كمان يا كنيشنيش يا صغنن تعالوا، مش عايزين تركبوا ليه؟ أوه ماي جاد شايفين الشكل عامل ازاي دلوقتي؟ واو بروك هيفن يا علوية اتغيرت. أوه ماي جاد دي المستشفى، دي المستشفى، ده اي حد هيكون مريض يدخل كده يتعالج على طول، نفسه هتكون مفتوحه للعلاج. واو المستشفى عامله كده ليه؟ اوه يا سلام شكلها حلو قوي، وكمان هنا كمان الشكل احلى. ايه ده الماب اتغيرت 360 360 ايه الماب اتغيرت اصلا 1590 درجه.
واو طبعا هي دي الشركه بتاعتي علويه، خلاص انا هاخد الشركه دي. حتى الطريق برضو بينور. ايه ده؟ لا اسم ده جامد جدا جدا. انا عايزكم تنزلوا في الكومنتات تكتبوا ايه احسن شكل عجبكم. السيم ده طبعا اللي هو الشكل، عايزكم تكتبوا لي يا ابو علي الشكل الاول اللي انت اخترته، يا ابو علي الشكل المتكسر طبعا اللي هو الزلزال وكده، الشكل الثالث اللي هو بتاع الاضاءه والمستقبل. خلينا دلوقتي ننزل نشوف الشكل اللي بعده. خلينا نمسح بس الشكل القديم وبعد كده نيجي عند الشكل ده. الشكل ده فري، ده فري. احنا عايزين نجرب الاشكال البريميوم لان هي الاشكال اللي هتكون شكلها احسن عامه. ايه ده؟ ايه البلالين دي؟ واو، ايه لحد ما كويس، الشكل كويس مش وحش برضو. يعني في بلالين طايره تحس ان هو مدي كده على جو الحفلات وال اوكي اوكي. خلينا دلوقتي، واو ايه المصاصات دي؟ لا 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 حلو جدا، تحديث اسطوري بصراحه. خلينا نشوف الشكل اللي بعده. الشكل اللي بعده نمسح بس الشكل القديم زي ما اتعودنا. او ماي جاد، لا 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 ما تقوليش سباق. واو اخيرا انا كان نفسي يبقى موجود سباق في بروك هيفن. انتوا ما تعرفوش انا بحب السباقات قد ايه. يس يس، او ماي جاد، ايه ده؟ واو الحاوة علوية فعلا سباق حقيقي بجد. واو 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 واو. طبعا انا جاي هنا كده بعربيتي واخلي حركات المعفن يجي بعربيته هنا طبعا اللي شبه علبه الكبريت، وهنعد 1 2 3 ليتس جو. انا طبعا همشي بسرعه وحركات هيكون لسه مستنيني. ونعمل سباق كلنا. يس يس، السباق ده اسطوري. واو ايه ده؟ ده احنا ممكن نكمل لقدام كمان. ايه ده؟ لا 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 جامد جدا جامد جدا. السباق ده عجبني بصراحه، عجبني. السيم ده برضو حلو جدا اللي هو بتاع السباق، كلكم هتحبوه اكيد. عايزكم كل ينزل يكتب في الكومنتات دلوقتي ايه احسن سيم عجبكم في السمات اللي موجوده دي. خلينا نشوف السيم اللي بعده. تقريبا كده علويه المابا ما فيهاش حد كتير. امسح السيم ده. ودلوقتي احنا وصلنا. ايه ده؟ السيم ده ايه ده؟ بريميوم ده. خلينا نشوف السيم ده. واو يلا متفائل متفائل. ايوه كده، تفائلي معايا تفائلي معايا بالخير. واو عملت لك لون بينك اهو، اي خدمه. ايه رايكم في اللون ده؟ اللون ده جامد جدا طبعا، بيبقى لون متفائل كده وحلو. ياس ياس، بيديك تفاؤل للحياه، بيخلي بروك هيفن كلها نفس الشكل كده، تحس ان شكلها رهيب بصراحه. برده الشكل حلو جدا، شايفين الخلفيه اللي ورايا حلوه. اوكي خلينا دلوقتي نشوف الشكل اللي بعده. زي ما تعودنا امسح الشكل القديم عشان تعرف تحط شكل جديد. احنا وصلنا للشكل ده طبعا، هنحط طبعا الشكل اللي بعده. يلا بينا ليتس جو ليتس جو بسرعه. طبعا الليل دخل علينا، ما اقدرش اتحكم في الوقت لان احنا طبعا بنلعب سيرفر غير. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، شايف العربيات اللي نزلت؟ لا هجم علينا الجيش. ايه التحديث الاسطوري ده؟ تحديث رهيب. واو او ماي جاد يا علوية، طيارة محروقة، العربيات كلها نازلة في كل حتة. واو واو واو، انا لو جيت في النار طبعا اموت. يس يس، لا 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 اموت اموت اموت، مش عايز اموت. او ماي جاد، زي ما انتم شايفين المكان بقى كله فيه سلوك، تحس ان في عصابات هتيجي تهجم على المدينة. واو لا لا لا، تحديث اسطوري. حتى السوبر ماركت مولع يا علوية، خلينا اطلع اجري بسرعة. او ماي جاد، والطيارة وكل حاجة. لا 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 خلينا اهرب بسرعة. او ماي جاد، كل حاجة مولعة. واو حتى البنك كل حاجة متدمرة هنا. لا لا لا، الماب حصل لها ايه؟ السلوك دي كلها. التحديث ده رهيب، التحديث ده رهيب بصراحة يا علوية. او ماي جاد، حتى الدبابة مولعة برضو هنا عند المدرسة. واو بصوا بقى، اسم الشرطة مولع الخشب كله، وكمان الاسم من جوه، وعربية الشرطة تقريبا. واو حتى أوضة حضرة اللواء. لا لا طبعا أوضة حضرة اللواء مش لازم تولع يا علوية. اوكي كلنا شفنا السيم ده، والسيم ده من اكتر السمات اللي عجبتني جدا لان بصراحه رهيب، وبيخلي شكل المابا كده برضو حلو الى حد ما، تحس ان في اي حد هيجم على المدينه. ده سيم كويس جدا، وسيم الفيوتشر برضو حلو المستقبل. فخلينا نشوف السيم اللي بعده. قبل اي حاجه بس امسح السيم. دلوقتي ننزل للسيم. ايه ده؟ سيم حصان؟ ايه ده؟ كلنا هنبقى راكبين حصان ولا ايه؟ ثانية واحدة بس كده، اركب العربية يا ابو علي، مش عارف السما هتمطر احسنة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ انا مش شايف أي حاجة، مفيش أي تغيير علوية. ممكن يكون عند اسطبل الاحصنة؟ اوكي اوكي، احنا لازم نروح عند اسطبل الاحصنة بسرعة بسرعة بسرعة، الف الناحية التانية. يس خلينا نروح عند اسطبل الاحصنة، ممكن الاقي تغيير هناك. اوكي أنا جيت عند اسطبل الاحصنة، مش لاقي أي حاجة زي ما انتوا شايفين. واو ايه ده؟ السيم ده نصاب، مفيش اي حاجه ليه؟ ثانيه واحده بس، المفروض كان بيعمل لنا ايه اصلا؟ مش مكتوب حتى، مش عارف بصراحه. انا ممكن اكون لازم انزل واركب حصان. طيب ثانيه واحده، انزل كده. المفروض دلوقتي ان انا اركب حصان، شيل العربيه، عايزين حصان 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 حصان. يس يس، اما تشوف. ايه ده؟ ما هو هو برضو، ايه الفكره برضو؟ هو هو يا علويه، مفيش اي تغيير. طب ايه الفكره؟ طيب انا مش عارف بصراحه. طيب يا علويه السيم ايه ده؟ مين اللي ركب معايا ده؟
الو انت كنت موت اصغر ان انت ايه ده؟ ده بنتي دي ولا واد؟ ولا ايه ده؟ مش عارف بصراحه مين اللي ركب معايا ده. طيب خلينا نشوف السيم اللي بعده. لازم نشيل بس سيم الحصان ده الاول. يس شيل السيم بتاع الحصان. ايه يا كابتن انت داخل فينا بالدبابه يا كنشنش؟ ثانيه واحده بس. اوه ماي جاد ايه السيم ده؟ لحظه واحده، احنا وصلنا عند سيم الحصان هنا. السيم اللي بعده طبعا ده البلالين. اوكي خلينا نشوفه برده ممكن يكون حلو. ثانيه واحده بس، خلينا ناخد العربيه نروح نلف بسرعه. يلا اركب. ده شبه السيم الثاني تقريبا، ده نفس السيم تقريبا. بلالين هنا طايره. هو ينفع في اعياد الميلاد والحاجات دي؟ طبعا لو عيد ميلاد صاحبك لازم تعمل له الجو ده طبعا. اوكي خلينا نشيل السيم ده ونشوف السيم اللي بعده. يلا بينا نشيل السيم بسرعه، نحط السيم اللي بعده. واو ايه ده؟ كأن عربيتي اتسرقت. الو انزل يا كابتن، يلا هات العربيه، الو انزل حبيبي، انزل يا بابا. طب يلا مشينا، امشي يلا. اوكي زي ما انتم شايفين يا علاوية دلوقتي ايه ده؟ التلفزيون بيولع كله. يا ابني انت مودينا فين المطار؟ مش عايز اروح مطار انا. ايه ده؟ حتى المطعم كمان بيولع. واو هبقى اجيب حركات هنا طبعا، اقعده على الكرسي ده. يلا حركات، انا عازمك على الاكل حركات، واروح اعمل له السيم ده واخليه يولع وهو قاعد. تخيلوا ردة فعله هتكون ايه؟ واو السيم ده رهيب برضه، كل المحلات بتولع، كل بروك هيفن بتولع. اوكي احنا وصلنا لحد هنا وهو اخر سيمين معانا، سيم الطيارة ده خلينا نشوفه بسرعة. واو ايه ده؟ اشكال في السماء. واو كأني لازم اجيب الطيارة واطير بيها، اشكال في السماء. واو لازم اجرب. يلا خلينا بسرعة اطلع، يلا اسم الشرطة بسرعة، لازم اشوف الشكل ده. يلا بس نزل هليكوبتر بسرعة، عندنا مهمة ان احنا نطير. يلا بسرعة اركب، يلا ليتس جو، لازم نطير بسرعة. واو اقدر كمان اغير الطيارة، شايفين بغير شكل الطيارة؟ طبعا دي طيارة المستشفى، طيارة الشرطة، طيارة المليونير، طيارة الجيش. واو ثانية واحدة بس هنقع ولا ايه؟ او ماي جاد طبعا زي ما انتم شايفين ده نفس السباق اللي في جي تي ايه، والله نفس السباق اللي في جي تي ايه. لازم تنزل كده. اوكي صعبة. يس السيم ده حلو جدا، خلينا بس ننزل من الطيارة. اوكي يا علاوية انا ناقصني حاجة، الواد سرق العربية لحد دلوقتي لسه ما خدتش العربية، الحرامي خدها. ايوه خلينا ننزل العربية هنا. يس اركب العربية بسرعة يا ابو علي. دلوقتي السيم الأخير، آخر سيم موجود معانا وهو السيم، خلينا بس امسح السيم اللي أنا حاطه بتاع الطيارة، لازم أجيب السيم ده. هو كأنه هو نفس السيم. طبعا في اتنين هنا لسه موجودين، لسه ما نزلوش لحد دلوقتي، هينزلوا في التحديث اللي جاي. خلينا نشوف آخر سيم موجود معانا النهاردة، يلا بينا. اوكي نفس السمات التانية تقريبا، نفس جو عيد الميلاد تقريبا يعني الى حد ما كويس. اوكي طيب زي ما احنا شفنا كده، انا عايز الكل ينزل يكتب في الكومنتات ايه احسن سمات انتوا شفتوها، الكل يكتب رقم 1 رقم 2 رقم 3، الكل يشوف رقم الشكل اللي عجبه في الفيديو وينزل يكتبه في الكومنتات. وانا بصراحه عجبني كام شكل كده، هنشوفهم في الافلام اللي جايه ان شاء الله. اتمنى ان انت تعملوا لايك للفيديو ده وتروحوا للقناه الثانيه تشوفوا برضه الفيديو هناك وتعملوا لي لايك، واشوفكم الفيديوهات الجايه. باي.